بسم الله الرحمن الرحيم. معايا النقيب الجليل الأستاذ الأعضاء الزملاء. حقيقة في هذه الفترة لا نقول إلا أن آن الأوان أن نقوم برد الجميل إلى معايا النقيب. أنا الأول فعلا أن نرد الجميل. الجميع تحدث عن إنجازات معالي النقيب وما تم إنجازاته في هذا المجلس الموقر. علينا الآن رد الجميل، وهذا الأمر يستتبع من الجميع وليس من كل مرشح فقط، ولا على كل من نوى الترشيح أو من كل اعتزل العمل النقابي، أن نتحد جميعا. وعلينا دور فعال في هذه الفترة، وهو صقل الشباب، لأن الأمر كله أصبح في هذه الفترة في إيد الشباب. الجمعية العمومية أصبحت فيها قسمين، قسم الشباب وقسم الكبار، 50% نسبة للشباب. علينا دور فعال في توعيد الشباب، لا نستهين بالأمر، الأمر يستبدع من الكل. دعم الشباب وجمع الشباب حولنا جميعا، سواء كنا ننتوي الترشيح أو لا ننوي الترشيح. معنا نقيب فعلا كان عصر ذهبي، وإن شاء الله نتوقع ما هو قادم أفضل مما تم إن شاء الله. وأنا حقيقة يعني يمكن تعاملت مع معاليك من زعاب 85، ما تم إنجازه يعني فعلا إنجازات يشهد لها العصر ويشهد لها الجميع. كل ما نقوله في هذه الفترة أننا كلنا معك قلبا واحدا إن شاء الله. الإسماعيلية تحديدا مع سعادتك قلبا وقالبا، ولا لا يعني أرجو أن احنا نلتفت جانبا عما يصار في الإسماعيلية. نحن معك صفا واحدا إن شاء الله، وده هيصدر إن شاء الله في الانتخابات إن شاء الله. الكل حقيقة أوجه شكر وتقدير جميع السادة الأعضاء الزملاء على ما قدموه من جهد في هذه الفترة، وندعو الله عز وجل أن يكون النقيب هو النقيب إن شاء الله في القادمة إن شاء الله. شكرا.